السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم في هذه المحاضرة التالية من محاضرات مادة الإلكترونيات، ونبدأ محاضرتنا اليوم بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأها بتذكر الـ AC signal، إنها على شكل موجة جيبية، والموجة الجيبية المرسومة هنا هي بدلالة الساين، لأنه عند الصفر صفر، عند الباي 2 أقصى قيمة، عند الباي صفر، وهكذا. فلما تكون بهذا الشكل بنحكي إنها موجة بدلالة الساين، وإذا كانت تبدأ عند الصفر واحد وعند الباي 2 صفر تكون بدلالة الكوساين. وحكينا احنا بين الكوساين وبين الساين في شيفت بواقع 90 درجة، اللي بيميز هذا الويف فورم او هذا السيجنال اللي هو اي سي سيجنال، انه له قيمة قصوى سميناها الامبليتيود او البيك فاليو، له بيريود زمن الدورة الكاملة، مقلوب البيريود بيعطينا الفريكونسي، وسيجنالز مختلفة لها فريكونسيز مختلفة، تعني انه مثلا السيجنال الاكثر الاعلى فريكونسي تكون بهذا الشكل، الاقل فريكونسي نسبيا تكون بهذا الشكل، وهكذا. ولكل موجة في فيز، فاذا نظرنا اذا الموجة باللون الاحمر والموجة اللي باللون الازرق بنلاحظ انه البيك مختلفات، مساحات عن بعضهم البعض، وبالتالي هنا نتحدث انه في فيز ديفرنس. وموضوع الفيز ديفرنس هو موضوع جدا مهم عند تحليل الاي سي سيجنالز والاي سي سيركتس. الان كيف يتم توليد الاشاره المتناوبه؟ طبعا الكهرباء اللي بتوصلنا للبيوت هي كهرباء متناوبه من محطات التوليد، وتبين يعني عندما تم إنتاج الكهرباء ونقلها وتحويلها تبين أنه إنتاج الـ AC أسهل وأقل كلفة وأقل في النقل، والتحكم في الإشارة فرصتها أكبر. لذلك يعني كان التوجه إلى إنتاج الـ AC signals. وإذا تطلب الجهاز DC سيجنال فالترانسفورمر بقوم بهذه المهمة، وهذا فعليا اللي بتم. احنا معظم يعني أجهزتنا تشتغل على DC، بينما الكهرباء التي تصل إلى البيوت والمصانع هي AC. فببساطة توليد الـ AC سيجنال هو عبارة عن لوب بهذا الشكل. هذا اللوب بتركب بدائرة كهربائية بحيث أنه يدور في منطقة مجال مغناطيسي، فبقطع خطوط المجال المغناطيسي أثناء الدوران، وبيستحث قوة دافعة كهربائية، ولأن القطع بكون باتجاهات مختلفة حسب الدورة، حسب الدورة، لأنه هذه بتكون بتتم دورة كاملة، فمرات بتكون الفولتية بهذا الاتجاه، ومرات الفولتية بتكون المستحثة بتكون بهذا الاتجاه. هذا رسم آخر للوب اللي بدور، وهنا الفولتية التي تستحث، الفولتية التي تستحث بالاعتماد على وضعية هذا اللوب. لما يكون بهذه الوضعية موازي لخطوط المجال فلا يقطعها تكون صفر، عندما يكون هذه بهذه الوضعية يكون القطع أكبر ما يمكن. بينهم الوضعية بتكون تعطينا فولتيات متناوبة متغيرة. لما يرجع هذا اللوب ويصير بهذه الوضعية ما لا يقطع خطوط المجال ويساوي صفر، وهكذا حتى يتم دورة كاملة. الآن الترددات، يعني التباعد ما بين القمم، التباعد ما بين القمم المتتالية للـ AC signal المتولد، يعطينا مؤشر على تردد هذا السيجنال.
أيضا قوة الفولتية المستحثة بتعتمد على قوة المجال المغناطيسي، بتعتمد على عدد لفات التيرنز، the number of turns، عدد لفات هذا الملف. وبالتالي في عندنا عدة عوامل بتأثر على نوع السيجنال المستحث. سرعة الدوران لها علاقة بالتردد، وشدة المجال المغناطيسي لها علاقة بالقوة، وأيضا عدد اللفات لها علاقة بالقوة. فالاي سي سيجنال يتم توليده بهذه الطريقة البسيطة. ومثل ما أنتم شايفين هون في عندنا فولتية موجبة، اللي هي هذا الفولتية اللي تستحث عندما يكون مؤشر بهذا الاتجاه، وفولتية سالبة عندما يكون مؤشر بهذا الاتجاه. فصار في عندنا فكرة كيف تتولد هذه السيجنال. الآن بدنا نشوف كيف ممكن وصف هذا السيجنال رياضيا. إذا الآن هذا عندنا السيجنال، طبعا كتاب اللي احنا بنستخدمه كتاب السيروي القيمة القصوى الامبليتود للفولتية بحط قبلها دلتا، على أساس انه فرق الجهد، على أساس انه ما في قيمة مطلقة للجهد، وأي قيمة للجهد هي عبارة عن فرق للجهد ما بين نقطة مرجعية ونقطة ما. فالكتاب بيستخدم الدلتا في ماكسيمم للتعبير عن القيمة القصوى للفولتية، ودلتا في للفولتية. هلا إذا احنا كتبنا في هون، وإذا كتبنا هون في ماكسيمم، ما في مشكلة. الآن ما نوع الإشارة هنا؟ إشارة جيبية. لذلك لما بدنا نعبر عن دلتا في بالنسبة للزمن، فدلتا في تعتمد على الزمن من خلال هذا السلوك اللي هو سلوك الساين، لأنها الإشارة جيبية. أكبر قيمة للساين هي الواحد، فلما تكون قيمة الساين واحد، دلتا في تساوي دلتا في ماكسيمم اللي هي الأمبليتود. طيب ماذا بداخل الساين؟ داخل الساين حاصل ضرب أوميجا في تي. إيش هي الأوميجا؟ أوميجا هي الأنجولار فريكونسي، أنجولار فريكونسي التردد الزاوي، التردد الزاوي مضروب في الزمن بيعطينا من العلاقات اللي مرت عليكم في السرعة الدورانية في الميكانيكا. التردد الزاوي في الزمن بيعطينا الزاوية، الزاوية يعني الزاوية اللي فيها بتعبر عن وضعية اللوب أثناء الدوران. فهذه الزاوية تساوي أوميجا اللي هي تردد الزاوي في تي، ودلتا في ماكسيمم هي أقصى قيمة للفولتية. فالعلاقة الرياضية اللي بتعبر عن الفولتية المتناوبة الـ AC voltage هي V أو دلتا V تساوي V maximum أو دلتا V maximum في ساين أوميجا T. فالـ AC circuit consists of circuit elements and a power source that provides an alternating voltage V. أي دائرة بسموها AC circuit بتعتمد على power supply أو power source اللي هو هذا المصدر، وبيولد فولتية، وهذه الفولتية alternating فولتية متناوبة، فولتية مترددة، فولتية متناوبة. الآن الـ angular frequency هذه the angular frequency للـ AC voltage هي تساوي 2 في باي في اف. ايش هي اف؟ الفريكونسي اللي اخذناها من هنا، هذه هي الفريكونسي اف التي تقاس بالهيرتز، واللي هي مقلوب الزمن الدوري. فالاثنين في باي في اف تعطينا الانجولار فريكونسي، ولانه اف هي 1 على تي، 1 على الزمن الدوري، فالانجولار فريكونسي ممكن صياغتها بدلالة الزمن الدوري انها 2 باي اوفر تي، او بدلالة التردد 2 باي في اف. الان بدنا نشوف دائرة بسيطة تتكون من اي سي باور سبلاي وما بين ومقاومة فقط. الاي سي باور سبلاي كرموز يرمز له دائرة أو حلقة،
داخله إشارة الجيب. المصدر الدي سي بتتذكروا في قطب موجب طويل وقطب سالب قصير في كرمز لمصدر الدي سي. أما مصدر الاي سي عبارة عن دائرة وبداخلها إشارة الساين. دائما لما يكون عندنا هذا الرمز معناها أنه المصدر المستخدم هو مصدر اي سي بيعطينا فولتية تتخذ شكل الساين وتتخذ هذا الشكل. الآن هذا المصدر وصلنا بمقاومة، وعند إغلاق المفتاح بده يصير في عندنا تيار. هل اتجاه التيار على طول بهذا الشكل؟ الإجابة طبعا لا، لأنه هون عندنا AC signal. عندما تكون الفولتية في النصف الأول من الدورة يكون التيار اتجاهه بهذا الشكل، وعندما تكون الفولتية بالنصف الثاني من الدورة وكأن القطبية بتتغير فبصير التيار بهذا الشكل. فكل من التيار والفولتية بتناوبوا. شو يعني بتناوبوا؟ يعني بتناوبوا ما بين قيم موجبة وقيم سالبة. يتخلل هذا التناوب بيك فولتج، بيك فاليو، قيمة قصوى موجبة للفولتية وقيمة قصوى سالبة للفولتية، وقيمة قصوى موجبة للتيار وقيمة قصوى سالبة للتيار. الآن شو بنلاحظ إذا مثلا طبقنا قانون كيرشوف؟ شو بنلاحظ؟ إنه فرق الجهد بين طرفي الـ AC Power Supply هو نفس فرق الجهد ما بين طرفين المقاومة. لاحظوا المقاومة موصولة بواسطة سلك من هذه الجهة وموصولة بواسطة سلك من هذه الجهة، وبالتالي بتعرفوا إنه السلك عبارة عن سطح تساوي الجهد، يعني جميع الجهود هنا متساوية وجميع الجهود هنا متساوية، وبالتالي فرق الجهد ما بين هذه النقطة وهذه النقطة صفر، وفرق الجهد ما بين هذه النقطة وهذه النقطة صفر. بمعنى أنه فرق الجهد هنا بين طرفي الـ AC Power Supply هو نفس فرق الجهد بين طرفي المقاومة. وهذا الإشي اللي هون كاتبه أنا هيني، أنه دلتا V اللي هي للسورس تساوي دلتا V للآر. فرق الجهد ما بين طرفي السورس هو نفس فرق الجهد بين طرفي R. وإحنا بنعرف من هذه العلاقة أنه السورس فرق الجهد له لأنه بيعطينا فولتية بهذا الشكل تساوي دلتا V ماكسيمم في ساين أوميجا T. إذا كون دلتا V تساوي دلتا V R وكون دلتا V تساوي دلتا V ماكسيمم في ساين أوميجا T، إذا نستنتج فورا أنه دلتا V R أو فرق الجهد بين طرفي المقاومة يساوي دلتا V ماكسيمم في ساين أوميجا T. إذا فرق الجهد بين طرفي المقاومة هو نفس فرق الجهد ما بين طرفي الـ AC Power Supply لأنهم موصولات مع بعضهم على التوازي. الآن هنا لاحظوا اللي مكتوب Voltage Across R، فرق الجهد بين طرفي R، وهون هذه Voltage of the AC Power Supply أو الفولتية التي يعطينا إياها المصدر. فاتفقنا أنه الدلتا V تساوي هذا المقدار. طب إذا أنا طلبت منكم توجدوا لي التيار المار من خلال المقاومة، ببساطة بتحكوا لي إنه التيار هو فرق الجهد بين طرفي المقاومة على المقاومة ذاتها حسب قانون أوم. فلما بدي أحسب التيار المار من خلال المقاومة هو ببساطة فرق الجهد بين طرفي المقاومة على R. ولأني بعرف كم قيمة فرق الجهد بين طرفي المقاومة هنا بعوضها دلتا V ماكسيمم ساين أوميجا T على R، ودلتا V ماكسيمم على R هي فولتية على R. فلما تكون الفولتية هي فولتية قصوى على R إذا بتعطيني التيار الأقصى، أقصى قيمة للتيار. فالتيار IR المار من المقاومة يساوي I ماكسيمم في ساين أوميجا T. بدي ألفت انتباهكم لأمر، الآن الـ I هنا I سمول وهنا I كابيتال. في الـ AC circuits دائما الكمية التي لها قيمة ثابتة يرمز لها بالرمز كابيتال، والكمية التي لها قيمة متناوبة متغيرة لحظية يرمز لها بالرمز سمول.
وبالتالي لأنه هون فرق الجهد يتخذ قيم لحظية تعتمد، يعني في لحظة زمنية معينة بيتخذ قيمة، في لحظة زمنية أخرى بيتخذ قيمة ثانية، في لحظة زمنية ثالثة بيتخذ قيمة ثالثة، وهكذا نفس الشيء التيار. الآن لما أنا أوجدت التيار أنه يساوي I maximum في sin omega t وفرق الجهد دلتا V maximum في sin omega t، بصير عندي بتولد عندي استنتاجات كيف يتغير التيار وكيف يتغير وكيف تتغير الفولتية. لاحظوا هون أنه السلوك هو بدلالة الساين للدالتين، لدالة الفولتية ودالة التيار السلوك. وبالتالي شو بنحكي؟ بنحكي أنه الفولتية والتيار لهم نفس الطور، مش مزاحات عن بعض، لأنه هذه بدلالة الساين وهذه بدلالة الساين. لكن هل القيمة القصوى للفولتية هي نفس القيمة القصوى للتيار؟ القيمة القصوى للفولتية هي V maximum أو دلتا V maximum، والقيمة القصوى للتيار هي دلتا V maximum على R، مختلفات. فكونهم مختلفات، إذا القيمة القصوى للتيار إلها قيمة والقيمة القصوى للفولتية إلها قيمة أخرى. فشو بستنتج؟ بستنتج أنه في دائرة تتكون من AC power supply ومقاومة، يكون فيها التيار والفولتية in phase، لهما نفس الطور، لهما نفس السلوك، هذه بدلالة الساين وهذه بدلالة الساين، ولكن بيختلفوا في القيمة القصوى. الفولتية دلتا في ماكسيمم الماكسيمم فاليو إلها، بينما التيار الماكسيمم كرنت قيمته القصوى اي ماكسيمم، وهنا واضح على الرسم. طب هل هذا الرسم يمكن أن يعبر عن العلاقة ما بين في واي؟ هل هذه العلاقة؟ طبعا لا، ولذلك هنا أنا حطيت عليها اكس. ليش لا؟ لأنه هذه العلاقة بتبين أنه الدالتين التيار والفولتية مزاحات عن بعضهم البعض، وهذا ممكن أنه يصير في بعض الدوائر لكن مش بهذه الدائرة. لذلك أنا حطيت هنا اكس على هذا السلوك، وبنيت وضع الاكس هنا على أساس أنه سلوك التيار هون بدلالة الساين أوميجا تي، وسلوك الفولتية أيضا هنا بدلالة الساين أوميجا تي، وبالتالي بدهم يكونوا إن فيز. شو يعني إن فيز؟ يعني القيمة القصوى للتيار عند الباي على 2، والقيمة القيمة القصوى للفولتية هي أيضا باي على 2. الصفر اللي بيجي بعد نص الدورة عند الباي للتيار وللفولتية وهكذا. الآن لو ضربنا هذا التيار، لو ضربنا هذا التيار في المقاومة، نرجع لقانون أوم، التيار في المقاومة بيعطيني فرق الجهد. فهون الانستانتينيوس فولتج أكروس ذا ريزيستر اللي هو الفرق الجهد اللحظي ما بين التيار ما بين المقاومة بين طرفي المقاومة، هو ببساطة I maximum في R إذا كانت معلومة عندنا I maximum، وإذا كانت معلومة عندنا R، إذا حاصل ضربهم في ساين أوميجا تي بيعطينا سلوك فرق الجهد بين طرفي المقاومة. فاللي بدي أحكي حسب شو المعطيات، إذا المعطيات عندنا الـ AC power supply voltage بقدر أحسب منها I، إذا كانت المعطيات التيار بقدر أحسب منها فرق الجهد بين طرفي المقاومة. وبذكر هنا إنه الماكسيموم كارنت المار من خلال المقاومة يساوي دلتا في ماكسيمم على R. في السلايد الأخير من هذه المحاضرة مرة ثانية رسم على بياني، رسم بياني لكل من التيار المار من خلال هذه المقاومة وفرق الجهد للمصدر. فلاحظوا انه الإشارتين لهم نفس الطور، لهم نفس التردد، مختلفات فقط في الماكسيمم فاليو. التيار اللي هو اللي باللون الفايوليت، التيار اللي هو باللون الفايوليت له قيمة قصوى مقدارها A، بينما الفولتية اللي هي باللون البني تقريبا القيمة القصوى لها B. الآن هل ممكن
التعبير عن العلاقة الطورية بطريقة أخرى في الـ AC values والريليشنشيب بينهم. هل يمكن مرة ثانية بعيد السؤال التعبير عن العلاقة الطورية ما بين القيم المتناوبة غير هذه الطريقة؟ هذه الطريقة بسموها الـ waveform representation أو التمثيل الموجي للدوال للـ AC. نعم هناك في طريقة بسموها الفيزر دياجرام. الفيزر دياجرام، إيش هو الفيزر دياجرام؟ هو رسم زي الرسم البياني دياجرام لا شيء بسموه الفيزر. الفيزر هو المتجه الدوار، المتجه الدوار. الآن إذا أنا بدي أعبر عن الفولتية من خلال متجه دوار، برسم متجه ذيله النقطة الأصل ورأسه وضعية معينة، وطول هذا المتجه يساوي القيمة القصوى للفولتية. والآن بدأنا أرسم المتجه الدوار الفيزر للتيار، فبرسم بنفس الشيء متجه ذيله عن نقطة الأصل ورأسه عن نقطة ما. طبعا لأن القيمة القصوى للتيار أكبر من القيمة القصوى للفولتية، وهذا السهم بده يكون طوله أكبر من هذا السهم اللي بني، يعني السهم اللي بيعبر عن التيار والذي يتناسب مع القيمة القصوى للتيار راح يكون أطول من السهم الذي يعبر عن الفولتية والذي يتناسب مع القيمة القصوى للفولتية. هل شرط أن أحطهم بهذه الوضعية يعني بزاوية 45؟ الإجابة لا، ممكن أحطهم على هذا الخط، ممكن أحطهم على هذا الخط. المهم لما يكونوا إلهم نفس الطور بكونوا على نفس الخط. لو مثلا بدي أرسم متجهات دوارة لهذا الرسم، هل بكونوا على نفس الخط؟ الإجابة لا، بكون في متجه يسبق متجه أو متجه متأخر عن متجه. فلما نحكي فيزر دياجرام لكل من التيار والمقاومة للتيار والفولتية في هذه الدائرة، مرة ثانية لما بدي أحكي عن فيزر دياجرام يمثل التيار والفولتية في هذه الدائرة، فيجب أن يكون كل من الفيزر للتيار والفيزر للفولتية على نفس الخط، وليس بالضرورة يكونوا بهذه الوضعية يعني بزاوية 90. لما أنا بدي أرسمهم ممكن أرسمهم هيك، ممكن أرسمهم هيك، لأنها متجهات دوارة، هاي متجهات تدور بسرعة دورانية اللي هي الأوميجا بهذا الشكل. لاحقا راح نتحدث عنها. يعني لو يعني مثلا أنا عندي هذه الإشارة، عندي هذه الإشارة أثناء دورانهم، أثناء دوران المتجه I والمتجه V بوصلوا النقطة الحمراء مع بعض. شو يعني بوصلوا النقطة الحمراء مع بعض؟ يعني بوصلوا النقطة الحمراء مع بعض أثناء دورانهم، يعني أنهم الاثنين لهم نفس الطور. لو الإشارة البنفسجية، المتجه البنفسجي يصل الإشارة الحمراء قبل المتجه البني، نحكي أنه المتجه التيار يسبق متجه الفولتية أو يتقدم عنه. وبتتذكروا في المحاضرة الماضية حكينا التقدم والتأخر على الشكل الموجي. أيضا يمكن أن نفهم التقدم والتأخر ما بين القيم المتناوبة من خلال الفيزر دياجرام. فالآن الاستنتاج المتعلق بهذه الدائرة، الاستنتاج المتعلق بهذه الدائرة أنه the current is in phase with the voltage، التيار والفولتية لهما نفس الطور. For a sinusoidal applied voltage، بالنسبة للفولتية المطبقة الجيبية، the current in a resistor is always in phase with the voltage across the resistor. بالنسبة للفولتية المتناوبة المطبقة، فإن التيار في المار من المقاومة دائما يكون له نفس طور الفولتية بين طرفي المقاومة، وهذه صفة هامة جدا في هذا النوع من الدوائر، أن التيار والفولتية لهما نفس الطور، تبين معنا من خلال هذا الاشتقاق. طبعا ماذا يعني لهم نفس الطور؟ The current is zero when the voltage is zero، التيار صفر لما تكون الفولتية صفر.
both have maximum values at the same time. الكميتين لهم نفس الماكسيمم عند في نفس اللحظة، ولهم القيمة الدنيا القيمة الأقل اللي هي القيمة الصفرية المينيمم عند نفس اللحظة، ويتكرر هذا السلوك في كل دورة أثناء تطبيق الفولتية وأثناء تطبيق الدائرة. الآن اللي طبعا هيك احنا انهينا، اللي بدي أطلبه منكم المادة تتراكم، الله يرضى عليكم، انه تتابعوا المادة، وإذا في عندكم أسئلة ما تترددوا في توجيه هذه الأسئلة عبر الكلاس روم على موقع المحاضرة اللي تبث، والهدف انه يعني الطالب بيسأل وطالب ثاني بيقرأ هذا السؤال وبيقرأ الإجابة، فبتعم الفائدة إن شاء الله. نتوقف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.